بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللي بغيت أنا كنشكر أولا بعد الطاقم التقني ديال زيو سيتي اللي دائما موجود معنا ودائما التغطية ديالو دائما موجودة في أي مكان، وكنشكر أيضاً المهم نعاود الطاقم التقني. ودابا بغيت نأكد على واحد الحاجة، يعني أنا جيت دائما كنجي مع العائلة ديالي. دابا بغيت نعرف علاش، بغيت نأكد على واحد الحاجة، بغيت نعرف علاش حيدوا البروجيكتور والباريرات نتاع الاطفال، الحمايه نتاع الاطفال والبروجيكتور. كان انا كنشوف، بقيت كنتسال غير بوحدي وسولت بزاف ديال الناس، انا ما عرفتش علاش. كلشي كيقول لك ما عرفناش علاش، وبغينا نعرفوا غير علاش، بغينا نشوفوا المسؤول على هذا الشيء هذا يحضر ونعرفوا اسمه كاين. وبالرغم انه المعرض تلقى نجاح كبير، وهذا هو كنشوف انا هذا هو المتنفس ديال الاطفال، انهم كيجيو هنايا كيفرحوا ينشطوا نهار كامل رمضان. راك تشوف ما كاين اللي كيجي، ما كاين. المهم هذا الوقت هذا اللي كيخرجوا فيه الاطفال مع والديهم، هذا هو المتنفس ديالهم. كنشوف يعني انا مع العائله ديالي دابا ما عرفتش علاش، بغينا المسؤولين على هذا الشيء هذا يحضروا ويديروا خدمتهم، وانه المعرض بحال هذا كضخم كبير وكيستقبل الناس، كيزوروه الناس بكثافه، يعني ما المهم الله ما نعرفو صافي. بغينا المسؤولين على هذا الشيء هذا. التنظيم داخل المعرض زعما ما شاء الله، زعما التنظيم مزيان وفي المستوى. دابا غير بغينا نعرفو صافي، يعني المسؤول على هذا الشيء، على البروجيكتور والباريرات نتاع الاطفال. انا عندي خويا صغير، عندي جوج خوتي، كنجيبهم ينشطوهم هنايا، كينشطو كيلعبوا يضحكوا يفرحوا. دائما كنجي ندخل غير كنقلع المغرب كيقولوا لي يلا دينا، والعائله ديالي كنجيبهم هنايا زعما صراحه والله العادي ما زيو صغير، ما فيه ما يمشي، ما فيه فين يمشي بنادم فين. لكن شكرا للطاقم زيو سيتي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم كنتواجدوا في هذا المعرض لنال اعجاب الجميع المساكين زيو وناجح 100%. اما قضيه ديال التنظيم ديال لجنه التنظيم ما كاين مو تنظيم، اما قضيه الاخرى على حسب الاناره كانوا داروا الاناره ومن بعد قلعوه المسؤولين. قضيه كذلك كان شي برات البارات ديال على برا قلعوهم، وما عرفتش يعني هذا المشكل فين راه، يعني على حسب النجاح ديال هذا المعرض الناجح، يعني 100% في مدينه زيو اول مره يعني كيديروه في مدينه زيو، وبعض الناس يعني بغاو يحطموا هذا المعرض. وتحياتي للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنرحب بالناس بزيو سيتي، كنشكروا زيو سيتي على المقابله ديالها، وكنرحبوا بهذا المعرض هذا اللي نظمته زيو. اول مره كنتفاجئوا بهذا المعرض هذا، وكان معرض مزيان، كان التنظيم شويه التنظيم داير، ما منظمينش التنظيم ديال المعرض، خصو شي حاجه اللي خصو شي واحد يسير هذا المعرض باش ينظمو باش يكون احسن معرض زيو. لحقاش اول مره كنتفاجئوا بهذا المعرض هذا، هو معرض جيد بالنسبه للساكنه ديال زيو، الناس كتبدل شويه الاجواء ديالها. تفاجئنا هذا النهار لحقاش كانوا دايرين الاناره، وكانوا دايرين شي حدايد برا والاخر، ودابا ما لقيناهمش تما والاخر على حسب النجله اللي دايرين هنايا شويه وها ناقصه. قال انا خويا المعرض راه جانا زوين بزاف، واحد الحاجه اللي خاصنا هي طفوا علينا الضوء على برا، وخصهم يديروا لنا الكرياج على برا. انا كنجي معايا خوتي صغار وشيكونوا الشرطه وكل الكرياج والضوء، وشكرا. خويا كنشكر هذا المعرض هذا بيان، الحمد لله كل شيء واجب، زوين هذا الشيء هذا، مفاجاه لزيو زوينه. نتمنوا الصالح لكل شيء، كي التقنيين كي اللجنه كي كل شيء، هذا الشيء زوين معتبر، ونتمنوا التقنيين يقفوا معنا ويكون شي حاجه زوينه كاع، تمنينا هذاك الشيء يكون زوين ان شاء الله. ونتمنوا التوفيق للناس العاملين والناس اللي هما حاضرين والناس اللي سامعين، وهكا بغينا كل شيء ان شاء الله يكون على خير.